من الناس من يشتري، يعني يستبدل، يشتري لهو الحديث بدل القرآن، يأتي لهو الحديث هو الغنى. ومن الناس من يشتري، يعني يستبدل بالقرآن، هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله، يستبدله بالغنى الذي هو وحي الشيطان وقرآن الشيطان، يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوا، آيات الله يتخذها هزوا. إذا قرئ عليهم القرآن يقول مثل الحمير تناهقوا، وإذا سمعوا الغناء أنصتوا وخشعوا. هذه طريقتهم والعياذ بالله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. نعم. الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان. الغناء قرآن الشيطان، والوحي هو قرآن الله جل وعلا. نعم. فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا. نعم، لأن التشبيب هذا بالنساء ومدح النساء ومدح الغلمان، هذا يوقع في الجريمة الخلقية والعياذ بالله، هذه نتيجته. نعم. وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. نعم، هم الآن يعقدون له الأندية والمطربات والمغنيات، يجعلون مسابقات ومكافآت للمغنين والمطربين، هذا حزب الشيطان. وهناك من من أهل الخير ومن من يعتني بالقرآن وتعليم القرآن ووضع الجوائز لحفاظ القرآن، فرق بين الفريقين. هذا يحث على كتاب الله وعلى تعلمه وتعليمه، وهذا يحث على قرآن الشيطان تعلمه وتعليمه، يشجع عليه. نعم. وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. مهجورا يعني متروكا، فإذا قرئ القرآن أعرضوا عنه، وإذا سمعوا صوت المغني طربوا له وأنصتوا. نعم. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات. السماع يعني الغنى، يهدؤون ويستمعون ويتلذذون، وبعضهم قد يخرج عن عقله. نعم. بواسطة الطرب. نعم. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت. ذياك هذا تصغير تحقير. نعم، وأصله ذاك. نعم. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسر المخانيث والنسوان. مخانيث يعني المتشبهين بالنساء، ما هم مخانيث أصحاب اللواط، لا، المخانيث اللي يتشبهون بالنساء في تنعمهن وفي أصواتهن وفي رقتهن. نعم. فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسر المخانيث والنسوان، ويحق لهم ذلك، وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها خماره وقد خالط خماره النفوس ففعل يعني مسكر. خماره يعني إسكاره، لأن الغنى يسكر العقول حتى ما يشعر الإنسان. نعم. إذا طرب. نعم.
وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما تفعله حمية الكؤوس يعني الخمر. الغنى يسوي يعمل في النفوس ما لا يعمله الخمر من السكر ومن التمايل ومن الخروج عن شخصيته إذا طرب. نعم. فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق، نعم، وأثواب تشقق، وأموال في غير طاعة الله تنفق، نعم، حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم بخيله ورجله. الغنى صوت الشيطان، سماه الله صوته صوت الشيطان، وأجلب بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، هذا في صوتك يعني الغنى. نعم. واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم بخيله ورجله وخزى في صدورهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك يعني الغنى. يقول الله للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني لا تترك شيء معهم، لأنهم لما انصرفوا عن الله سلط الله عليهم الشيطان. نعم. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ثم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فأولياء الله ما يقدر الشيطان عليهم، وإنما يقدر الشيطان على أوليائه الذين يحبونه ويتولونه وينقادون له، هؤلاء يسلط الله عليهم الشيطان بسبب أنهم استبدلوا سماع القرآن بسماع الألحان والمزامير، فالله جل وعلا خذلهم. نعم.